بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. بعض كلمات أسوقهن أو أسوقها إلى المؤمنات المعذبات، تلقاها مخلصة لعلاقتها بالله، تلقاها تعامل الناس بنية نية رب العالمين، تلقاها تضحي بنفسها من أجل غيرها خاصة أبويها. فماش كيف البنت المؤمنة التي منا تكرم أبويها وأخوانها وأخواتها، وإذا كانت تزوجت وهي مؤمنة كما قلنا فتكون فعلا تحسن العلاقة بينها وبين زوجها، وبعد تربي صغارها على أسس الإسلام الحقيقي، لا الإسلام المعلن عنه من باريس ومن ولاية المنتخبة ومن أوروبا المنتخبة. هؤلاء هن من أهل الله بالنسبة للجنس الأنثوي، لكن بحكم أني ربي جعلني طبيبا قرآنيا أنصحهن بتعديل بعض أفكارهن وبعض سلوكاتهن وبعض تصرفاتهن في مسألة الوقت. الوقت اللي حقيقة مش ينفعك يا مؤمنة خالصة يا رب العالمين هو اللي تعيش وأنت في سعي لإرضاء رب العالمين، باش تروح منك رائحة نهاية في الطيبة ونهاية في النقاء تنفع بها نفسك وغيرك. لكن الخطأ اللي أنا شبه متيقن منه اللي صادر عنكم أو منكم هو كنا تسعى ياسر في رضاء الزوج ورغم ما يكون منافق، شهوات الكل اللي يحبها جنس طعام ثياب تعمل كل جهدك باش تحقق له ذلك، وقت اللي ربما يكون يغلب عليه النفاق، لكن هو ما يحبش يفطنك اللي هو منافق. لكن نظرا للتربية الإسلامية تقول أنا أسعد بعلي، في الوقت اللي قلنا بعلك قد يكون من معشر المنافقين، ولهذا أنا راجعوا أنفسكم وحاولوا أن تطلبوا من الله أن يزيدكم علما بحقيقة أزواجكم حتى يتبين لكم حقيقته هؤلاء الأمثال، وربما ربي يهديهم على الإسلام وتولي تعاملوا بأكثر واقعية وتحاول نقص من تقديرك له، مش معناه تولي ظالمة له ومتعجرفة معه وتخيب في آماله اللي اعتاد عليها في سلوكاتك، لكن تكوني من العالمات بأن الذي عشرته ليس له الحق في أن تسعى إلى إعلاء منصبه عندك، هكذا تولي أكثر إرضاء لله لأنك أكثر واقعية وأكثر اقتصاد في وقتك واهتماماتك، خضر تولي تمشي الاهتمامات اللي كان تصرف لصالح بين الظفرين هذا الزوج
وتولي معناها الوقت اللي كنت تخسر به في معاملتك له نقص من حجمه، وتجعل اللي بقي من هذا الوقت زيادة في القرب من الله وإرضائه بطاعتك وتقواه وخشية عذابه أي أليم عقابه، والسلام على من أراد أن يكون من أهل السلام.